مرحبا بكم أعزائي المتابعين في هذه الحلقة، والكلمات الأولى ستكون موجهة للشخص الذي من المتوقع أنه أول شخص يضع ديسلايك بالفيديو. أود أن أقول لهذا الشخص أنني لست من الأشخاص الذين تستدرجهم بتلك الصور التي ترسل عن طريق واتساب، ولست من الأشخاص الذين تستدرجهم بذلك الحساب الوهمي، الحساب الغبي فيسبوك، ومن الغباء تظهر أرسل إليك كارولين طلب صداقة. وبصراحة لن أرد عليك، هناك من سيرد عليك. بص يا ابني، أنا راجل ماليش في النسوان ولا في الخمرة ولا في أي كيف، أنا كيفي الرياضة بس. أهلا بكم أعزائي المتابعين من جديد، ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وليس هذا موضوع هذه الحلقة. اليوم إن شاء الله سأبين لكم من بين أروع الحركات القتالية والتي قام بإتقانها العديد من المقاتلين، والتي تدل على أنه من أروع الرياضات هي تلك التي تنتمي للفنون القتالية. إليكم هذه اللقطات. إليكم هذه اللقطات. المقصود أعزائي المتابعين من هذا الفيديو، لماذا أبين هذه الحركات وأسماء الرياضات؟ لكي تعلموا أعزائي المتابعين أي شخص كيفما كان تمكن من فنه القتالي الذي يمارس، فبطبيعة الحال يمكنه أن يبدع، يمكنه أن يدافع عن نفسه، رغم أننا نقول أن هذا الفن أقوى من هذا الفن، أو أن هذه الفنون القتالية تبقى في القمة. لماذا؟ لأنها انتشرت انتشار واسع، وأظهر ممارسوها الإبداع في هذه الفنون. لكن لا تنسوا أن هناك فنون أخرى لم تظهر في الساحة كما ظهرت الفنون المشهورة الآن، لكنها فيها إبداع وفيها تقنيات خطيرة رائعة مميزة، لكن المشكل أعزائي المتابعين في الممارس وليس في الفن القتالي. فبالنسبة لي كممارس الكيك بوكسينج أفضل مثلا الكيك بوكسينج والمواي تاي. لماذا؟ لأنني أحب هذا الفن وأحاول ما أمكن أن أبدع فيه وأتقنه وأتمكن منه. أما الذي يمارس السيلات أو الملاكمة أو الكونغ فو فكذلك يمكن أن يبدع، لكن إذا تمكن من الفن فلا يأتي إنسان ويقول هذا الفن القتالي أقوى من هذا، لأنني رأيت ممارس ملاكمة هزم ممارس كونغ فو، فنقول أن هذا الممارس تمكن من فنه القتالي غير الآخر. فالذي يخسر دائما يكون المشكل فيه، ودائما الفنون القتالية تبقى جميعها يعني لم تبتكر في البداية إلا للدفاع عن النفس والأوطان، وهذا قول معظم المحترفين في الفنون القتالية. أتمنى أعزائي أن أكون أفدتكم في هذا الموضوع، وأشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، ولا تنسوا من فضلكم أن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد في عالم الرياضة وفنون القتال. وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.